أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. مرة أخرى يتجدد لقاؤنا معكم لنبحر بين حكايات الماضي والحاضر، فأهلا ومرحبا بكم في برنامج أهل المدينة، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة فبراير الميلاد والثورة والتغيير، مسيرة نضال لم تتوقف. تغيب شمس وتشرق أخرى في إعلان بأن الحياة مستمرة، فعاليات وأنشطة في جولة إخبارية سريعة. بدأت في العاصمة المؤقتة عدن أعمال المؤتمر السادس لأمراض الدم والأورام ضمن برنامج الحملة الخليجية الثانية لمكافحة السرطان في اليمن. المؤتمر على مدى يومين ناقش أبحاثا علمية وأوراق عمل عن أمراض الدم والأورام السرطانية بحضور نخبة من الأطباء والباحثين بكلية الطب في جامعة عدن. بحث رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر الأسور مع منسق الوفد التركي تيكا مجالات الدعم التركي لتطوير البرامج الأكاديمية، ومن المقرر أن يصل خلال أيام وفد تركي متخصص لتحديد الاحتياجات الأساسية لترميم وتجهيز وتأسيس مركز التدريب التشخيصي الطبي في جامعة عدن. بدأت في صندوق الرعاية الاجتماعية بالعاصمة المؤقتة عدن فعاليات الدورة التعريفية للغة الإشارة التي تستهدف على مدى أيام عدداً من الموظفين. وخلال التدشين أكد محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي حرص السلطة المحلية على تطوير العمل في الصندوق ودعم الخطة الاستراتيجية المستقبلية لتحسين الأداء ورفع قدرات وكفاءة الموظفين. افتتح في جامعة عدن المعرض الشبابي الأول لطلاب كلية اللغات ضمن الأنشطة الدراسية الهادفة إلى تعزيز المهارات العلمية، واحتوى المعرض على مشاريع شبابية في مجالات الفن والمسرح واللغات والمهن الحرفية، وجميعها عكست قدرات الشباب في الإنتاج والعطاء. ست سنوات مضت والشجرة الوارفة التي بذرت بذورها في 11 من فبراير لا تزال في انتظار قطف الثمار. لنتابع. ستة أعوام من عمر ثورة فبراير السلمية منذ انطلاقها في العام 2011، ولا زال شباب الثورة يناضلون بطرق شتى لاستكمال مشروعهم في بناء الدولة المدنية الحديثة. الثورة يعني تمشي على قدم وساق إلى الآن. بدأت هذه الثورة وكان وقودها الشباب، فكان الشباب هم السباقون إلى الميادين، وهم في الحقيقة أوقدوا هذه الثورة، ثم تبعهم بعد ذلك عامة الشعب. فالشباب هم الأصل وهم الراية. ثورة فبراير التي غيرت مجريات الأمور في الجنوب وقلبت المعادلة السياسية وأعادت تشكيل موازين القوى، يرى البعض أن أهدافها اليوم نصف مكتملة والنصف الآخر بدأ يتآكل بفعل متغيرات إقليمية وعالمية قصرت من عمر المكاسب والإنجازات. ثورة الشباب لم توصل إلى هدفها الصحيح ولم يوصل إلى ما أرادوا إليه الشباب. تم إسقاط النظام، ولكن ليس ذاك الإسقاط الذي كان ينتظر منه الجميع، النهوض بالبلد. فقد استغلت الثورة أشخاص في البلد كانت لهم نفوذ من قبل من أجل الحفاظ على مصالحهم. الأمر الذي انعكس سلبياً أيضاً على البلد. المؤسف أن هناك تم التفاف على تلك الثورات وما يسمى بالثورات المضادة، مثل ما حصل في ليبيا وما حصل في مصر وغير ذلك من الثورات المضادة، ولكن هذه الثورة إلى حد ما أنجزت وأسقطت رأس النظام المخلوع عليه عبد الله صالح. وقف شباب الثورة في مواجهة نظام قمعي لطالما استغل مقدرات الوطن وأنهك الشعب بالحرمان. وهذه عدن لا تزال تتذكر تضحيات شبابها في ثورتهم السلمية التي انتصرت للقضية الجنوبية وجعلتها واحدة من أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وشريكا فاعلا في المرحلة الانتقالية لإدارة الدولة. هي ثورات فعلا قامت من أجل تغيير النظام، ولكن هناك من استغل إلى تدمير بلد وبقاء النظام. الحرب الأخيرة هضمت تطلعات الشباب ولم تتحقق لهم ما رسموه في البداية لكي تمكين الشباب. نتمنى أن تستمر الثورة في تحقيق أهدافها، فما زالت الناس عاملين في تحقيق تلك الثورة. انتصرت ثورة الشباب وصنعت بسلميتها سلامها، وتبنت المطالب الشعبية وتشكلت حولها تيارات التغيير
إلا أن شبابها وجدوا أنفسهم أمام مخططات جديدة تسعى إلى مصادرة المستقبل الذي تطلع إليه اليمنيون. لتبقى التساؤلات: ما هو حصاد الثورة؟ وما الذي تحقق من أهدافها؟ وما الذي لم يتحقق؟ 11 من فبراير يوم أشرقت فيه شمس جديدة على اليمنيين لتنشر شعاع ثورة شبابية سلمية ضد نظام قمعي بدد مدخرات الشعب والوطن. اليوم مشاهدينا نناقش ما أنجزته هذه الثورة خلال 6 سنوات، فأهلا ومرحبا بكم وأهلا بضيفينا الكرام الأستاذ خالد اللبود الناشط السياسي والأستاذ باسم الشعبي، أهلا ومرحبا بكم. بداية أستاذ خالد، ما هي القيمة الوطنية التي حققتها ثورة 11 فبراير بالنسبة للشعب وللوطن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ثورة 11 فبراير ليست حدث منفصل في التاريخ اليمني. ثورة 11 فبراير جاءت استكمال وامتداد ثورتي 14 أكتوبر و 26 سبتمبر، اللتين وقفتا في مرحلة معينة عن استكمال أهدافهما الرئيسية والتي كان منها بناء الدولة اليمنية الحديثة. ثورة 11 فبراير جاءت لاستكمال أهداف ثورة سبتمبر وأكتوبر، وجاءت لإخراج الشعب من حالة الخضوع والخنوع التي كان يمر بها خلال فترة طويلة من حكم النظام السابق، حكم علي عبد الله صالح الذي استمر من 78 إلى 11 فبراير، إلى بداية ثورة 11 فبراير التي كانت نهاية ذلك النظام. لو لم نحسب لثورة 11 فبراير إلا أنها كانت النقطة الأولى التي اجتمع فيها كل اليمنيين من كل بقاع الوطن اليمني تحت راية واحدة وتحت هدف واحد، بناء الدولة المدنية اليمنية الحديثة، وتجاوزوا كل حالات القلق والخوف والانهزامية التي كانوا يمروا بها لكفها هذا. ثورة 11 فبراير لو لم يحسب لها إلا أنها جمعت كل القوى السياسية التي تختلف وتتناحر وتتقاتل منذ خمسينيات وأربعينيات القرن الماضي بمسميات مختلفة، جمعتهم جميعا في صالة واحدة وفي قاعة واحدة للخروج بمخرجات حوار وطني من أجل بناء الدولة اليمنية الحديثة لكفها هذا. ثورة 11 فبراير كانت عنوان لإعادة بناء اليمن من جديد، ورغم هذا فهي ليست مرحلة منفصلة عن التاريخ، هي استكمال لمراحل سابقة. هذا أستاذ بشكل عام، ولكن ما هو الدور الحقيقي الذي لعبته هذه الثورة في عدن؟ في عدن كانت الثورة 11 فبراير واحدة من الأسباب التي أعطت فرصة أكبر لإخواننا في الحراك الجنوبي للتحرك بشكل علني بشكل أقوى، وبدون أن تتمكن الدولة والسلطة في حينها من قمعهم. كانوا يتعرضوا للقمع الدائم في كل مظاهرة، في كل محاولة للمناداة بمطالبهم التي نقف جميعا كلنا مؤيدين لها مهما كان خلافاتنا البسيطة في بعض الأمور، ولكن نظل مؤمنين بأن القضية الجنوبية قضية وطنية من أرقى القضايا التي يجب أن تعامل بعدالة. ثورة 11 فبراير بالإضافة إلى دعمها للحركة السياسية في الجنوب أو في اليمن بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص، ايضا اعطت زخم خاص ايضا لموضوع الدعوه الشبابيه، حيث تجاوز النخب الشبابيه فيها لاول مره، فنقول العتيقه من القوى السياسيه التي كانت تفرض نفسها على المشهد السياسي لاول مره في ثوره 11 فبراير. من بعد ثوره 11 فبراير تظهر نخب شابه في كل القطاعات السياسيه وفي قطاع الحراك الجنوبي، ويظل ايضا ما قدمه الحراك أو ما قدمه الحراك الجنوبي لثورة 11 فبراير، إن أول شهيد سقط في الثورة الشبابية في ثورة 11 فبراير كان في عدن، كان في 16 فبراير تقريبا محمد علي شاعن إذا لم أخطئ في الاسم. فالثورة كانت ثورة 11 فبراير وثورة 16 فبراير في الحراك الجنوبي كانت امتداد لبعضهما. خرج الإخوة في الحراك الجنوبي لأول مرة يطالبوا بدعم الثورة في المحافظات الشمالية وفي الثورة في اليمن بشكل عام، في بسبب ما كانوا تعرضوا لهم من قمع في نوبات في صنعاء أو في تعز في 11 فبراير، بينما في عدن في 16 فبراير. خلال هذه الفترة كان هناك دعم كبير من الإخوة هنا من الشباب في الحركة الجنوبي
لدعم الثورة في كل ساحات اليمن. نعم أستاذي، الآن أوجه السؤال للأستاذ باسم الشعبي، ما الذي حققته الثورة، ثورة 11 فبراير، من أهداف إلى اليوم، وما هي الأهداف التي لم تتحقق بعد؟ الثورة في الحقيقة حققت أهداف كثيرة، منها تحرير الشعب اليمني من الخوف من الأنظمة القمعية، وأعطتهم فرصة للتعبير عن مواقفهم السياسية وآرائهم السياسية وحقهم في التغيير بشكل سلمي. قدم هذا الشعب تضحيات كبيرة واستطاع أن يكسر حاجز الخوف الذي كان موجود لدى النخب السياسية ولدى قطاع واسع من جماهير شعبنا في الجنوب وفي الشمال. الثورة السلمية هي كان منبتها الأول ومنطلقها الأول هو اليمن، وبالتالي ألهمت كافة الشعوب العربية فعل السلمي لهذه الثورة. هذا أولا. فيما يتعلق أيضا بالأهداف التي تحققت، هو إسقاط النظام العائلي وعدم العودة إليه، إسقاط مشروع التوريث وهو أهم مشروع ضربته هذه الثورة في الصميم. الحقيقة الثورة يعني كان من ضمن أهدافها الرئيسية إسقاط مشروع التوريث، الذهاب إلى مؤتمر حوار وطني وإعلان دولة اليمن الاتحادية الجديدة، وهذا كان من أهم أهداف ثورة 11 فبراير، الاتيان بمشروع جديد وطني ودولة وطنية جديدة لكل اليمنيين تعالج كافة القضايا التي يعني عملت على تمزيق النسيج الاجتماعي وأثارت المشاكل وأنتجت القضية الجنوبية في الجنوب. كل هذه الأهداف السياسية التي تحققت هي رصيد نضالي مهم جدا للثورة فبراير وأيضا لثورة الحراك الجنوبي. أنا في الحقيقة أعتبر الثورة هي ثورة ممتدة من الجنوب وإلى الشمال. ثورة الحراك ألهمت ثوار فبراير فعل الثورة السلمية، وبالتالي كانت هي ثورة واحدة ضد هذا النظام الدكتاتوري الذي تسبب بكافة المشاكل التي أنتجت وضعا اقتصاديا هشا أدى إلى كل هذه المشاكل التي حصلت في البلاد. أيضا إضافة إلى هذه الأهداف، فتحت الأمل لدى الجماهير اليمنية أن تحلم بالتغيير وأن تحلم بالمستقبل بغد مشرق لكافة اليمنيين. الثورة فبراير أسقطت مشروع الوحدة بالقوة، وأيضا أسقطت مشروع الانفصال، وبالتالي ما تقصدون بأنها أسقطت مشروع الوحدة؟ مشروع الوحدة والقوة الذي كان مفروض من قبل النظام الدكتاتوري في الشمال، كان مفروض عن طريق الآلة العسكرية القمعية، كان يفرض نظاما عسكريا من بعد 94 حتى 11 فبراير. 11 فبراير جاءت لتقول بأن الدولة هي دولة لكافة اليمنيين وهي دولة اتحادية سوف توزع فيها السلطة والثروة بدلا من الاحتكار ومن المركزية التي أدت إلى تشظي النسيج الاجتماعي وخلقت كافة المشاكل في البلاد، وهددت أيضا المشروع الوطني بالمخاطر. وبالتالي هذه الثورة وضعت حدا لكل هذه المخاوف التي كانت لدى اليمنيين من قبل. نعم أستاذي الكريم، هذا بالنسبة لما حققته ثورة 11 من فبراير، ولكن هناك الكثير ممن يقولون أن الثورة لم تحقق بعد ولا حتى 20% أو 30% من ما أرادت أو ما خرج من أجله الشباب في ثورة سلمية في 11. صحيح، يعني الناس ينظروا إلى الأوضاع المعيشية وينظروا إلى الوضع المعيشي وتحسن الوضع المعيشي وتحسن الأوضاع فيما يتعلق بأوضاع الخدمات وأوضاع البلد وانتهاء البيروقراطية وإحداث تغيير في الممارسات والسلوك في الوظيفة العامة. طبعا هناك مشاكل كبيرة جدا وهناك تراكم كبير جدا وهناك فساد عمره مئات السنين في الحقيقة عطل الوظيفة العامة وعطل الجهاز الدولة، وبالتالي أصبح الدولة تدار بمنظومة الفساد. هذا لا يحتاج يوم أو يومين أو 3 أيام أو أسبوع أو سنة في مسألة يعني الانتهاء منه ووضع يعني أسلوب جديد في إدارة شؤون البلد. في الحقيقة يعني هذه من ضمن الأهداف الذي يعني من ضمن العوائق التي وقفت سدا قويا أمام ثورة التغيير ثورة 11 فبراير. في الحقيقة يعني أنا أيضا أقول بأن التزاوج الذي حدث بين القوة التي جاءت من رحم النظام القديم وبين القوة الثورة والتغيير
أدى إلى إعاقة عملية التغيير بشكل كبير جدا. احنا نعرف أن التغيير في الوطن العربي غير مرضي عليه لا دوليا ولا إقليميا، وبالتالي هذه الثورة يعني ثورة الربيع العربي في الوطن العربي كله وجهت يعني بثورة مضادة كبيرة جدا، أجهضت يعني حاولت أن تجهض أحلام الجماهير في التغيير. وبالتالي نحن في اليمن يعني أخذنا نصيبنا من الثورات المضادة، ولكن لا تزال الثورة مستمرة، وما تزال الثورة المضادة مستمرة إلى الآن. في الحقيقة هناك خلل في منظومة الإدارة في الحكومة وفي المنظومة التي أدارت مشروع الثورة التي جاءت بعد مشروع الثورة، لم يكن هناك انسجام حقيقي، كان هناك صراع بين مشروع التغيير الذي تحمله قوى الثورة التي جاءت من الساحات وبين المشروع القديم والمشروع التقليدي الذي أيضا وجد أيضا بعد الثورة في إطار بعض الرموز السياسية التي قفزت إلى المشهد بعد غرق سفينة علي عبد الله صالح. وبالتالي هذه تحاول أن تعيق عملية التغيير لكي تبقي على التغيير مجرد مسمى، بينما الممارسات والسلوك والأدوات هي أدوات قديمة تعيق هذا المشروع، وهذه تستمد قوتها أيضا من دعم دولي ودعم إقليمي بمنع أي تغيير حقيقي في اليمن وفي الوطن العربي الذي شهد عملية ثورات التغيير بشكل عام. نحن في اليمن هناك مخاوف كبيرة جدا من إحداث تغيير حقيقي في اليمن، هناك البعض يخاف من انتقال ثورة التغيير وعملية التغيير والثورة إلى الجوار، وبالتالي يعني تم تقويض عملية التغيير في البلد، تم إقصاء شباب الثورة الحقيقيين الذين أنتجوا الفعل الثوري والذين فلسفوا يعني فكرة الثورة الحقيقية والذين قادوا وفجروا الثورة، تم إقصائهم من المشهد السياسي ومن السلطة بشكل متعمد لكي يتيحوا الفرصة لقوى التقليدية التي جاءت من رحم نظام علي عبد الله صالح لتحل محلهم وتقوم بإدارة أدوات الدولة وإدارات الحكومة. وبالتالي يعني هذه القوى يعني لا يمكن أن أي قوى لا تحمل مشروع فكرة الثورة ولا تحمل مشروع التغيير لا يمكن أن تنتج تغيير. من ينتج التغيير هم الذين أنتجوا هذا الفعل الثوري وأنتجوا فكرة التغيير وعندهم مشروع للمستقبل، وبالتالي هناك فعلا يعني عوائق كبيرة جدا وتحديات ضخمة تقف أمام مشروع التغيير. ونحن في العام السادس نطالب الآن بتصحيح مسار الثورة، نطالب بتصحيح مسار ثورة التغيير ثورة 11 فبراير، لأنها ثورة عظيمة لا يمكن أن تتكرر في اليمن. يعني خرج اليمنيون في 20 محافظة يمنية يقودوا ثورة حقيقية ضد نظام مستبد استطاع أن يسيطر على الجن والإنس، وبالتالي هذه الثورة ضربت هذا النظام في الصميم وضربت المركز التقليدي الذي حكم اليمن لمدة 1000 عام. أستاذ باسم دعني أخذ من كلامك قليلا وأطرحه على الأستاذ خالد. أستاذ خالد، قال أستاذ باسم أن هناك من قوض شباب الثورة وهناك من همشهم لمصالح فئة معينة أخرى وهناك مخاوف من التغيير، ما رأي الجنوبيين وما رأي الشباب في عدن بهذا الكلام أو بهذا المنطق؟ هناك قوى كما أشار الأخ باسم، قوى تقليدية ارتبطت بمسار الثورة منذ بدايات الثورة في أسرة من اليوم فقط، وفي كل مرحلة تحاول أن تسطو هذه القوى على السلطة لتفرض نفسها وتفرض شكل النظام التقليدي القديم مرة أخرى. هذه القوى جزء منها شارك في الثورة بشكل أو بآخر، واستطاعت هذه القوى التقليدية أن تحول الثورة من ثورة إلى أزمة، واستفادت من تخوف الجوار من انتقال الثورة إليهم، وابتكرت ما سمي حينها بالمبادرة الخليجية، المبادرة التي حرصت على إعادة إنتاج النظام القديم بشكل جديد، إعادة إنتاج شركاء الأمس ولكن تحت مسمى الثورة. البعض يقول أنهم أرغموا مرغمون أخاك لبطل على القبول بالمبادرة الخليجية، يعني حقنا للدماء. الذي كانوا الذي أجلوا حرب الأمس هم من يتحاربوا اليوم. الحرب اليوم هي بين نفس القوى التي أجلت حربها في 11 فبراير 2011 هي من تتصارع اليوم وتتصارع لنفس الأسباب، أسباب السلطة. كلا الطرفين الذي يتحاربا اليوم بعيدان إلى حد ما بدرجة مختلفة الموضوع الدولة، مشروع الدولة كان في فترة من الفترات التاريخية من الحديث
رأس السلطة. يعني أستاذ، ألا ترى أن الكثير من الأشخاص معهم حق حينما يقولون أن ثورة الشباب السنية قد تم تحريفها عن مسارها الأصلي؟ تم تحويرها أولا من ثورة إلى أزمة، ثم تم انتزاع الروح الثورية من كثير من 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 الساحات ومن الحركات، ومن ضمنهم من ضمن الحراك الجنوبي تم محاولة تميعه بشكل ما من خلال فرض نوع او شكل من اشكال الحراك على الوضع الذي كان قائم. هذا الموضوع ادى الى تحوير الثورة تماما لخدمة القوى المتصارعة نفسها التي كانت جزء من النظام السابق لإعادة انشاء نفسها بمسمى جديد تحت مسمى شراكة وتوافق وطني ووفاق وطني عفوا وما الى ذلك. بينما وصلوا الى درجة الحوار التي تؤدي الى انتاج دولة حقيقية، انقلبوا مرة اخرى، هم انفسهم الذين حوروا الثورة انقلبوا مرة اخرى على مخرجة الحوار من اجل ان لا يسيروا نحو بناء الدولة. نعم استاذ، ما هو دور الثوريين الحقيقيين والنخبة المثقفة التي قامت بالثورة في هذا التحوير وهذا التحريف عن مسار الثورة؟ كل ما تستطيع ان تفعله النخبة المثقفة والنخبة الثورية هي اعادة المطالبة بتصحيح مسار الثورة كما شار الاخ باسم، والإصرار على ان اهداف الثورة التي لم تحقق يجب ان تحقق، ربما لم يحصلوا على فرصة لفرض هذا الموضوع عبر السلطة بحكم محاربتهم من الوصول الى تلك السلطة، ولكن من خارج السلطة من حقهم البقاء في شكل معارضة تستمر بالمطالبة في هذا الامر، وتنظر الى ما يحدث اليوم انه ابعد ما يمكن ان يكون عن ثورة فبراير، وانه ليس ابدا نتيجة من نتائج الثورة، بل هو نتيجة من نتائج صراع القوى التقليدية نفسها وليس من نتائج الثورة. نعم، شكرا أستاذ. أستاذ باسم، التيارات الحراكية والجنوبية، ما هو التأثير الذي أثرت فيه سلبا أو إيجابا على ثورة 11 من فبراير؟ في الحقيقة جاءت ثورة 11 فبراير والحراك الجنوبي يعاني من مأزق كبير جدا. كانت معظم قيادة الحراك الجنوبي ملاحقة ومشردة في الجبال وفي القرى النائية في ردفان وفي الضالع وفي أبين في مناطق مختلفة. جاءت ثورة 11 فبراير لتفتح المجال أمام كافة القوى الثورية سواء كان في ثورة 11 فبراير أو في الحراك الجنوبي للعودة إلى مدينة عدن وإلى قلب مدينة عدن، مدينة الثورة ومدينة النضال السلمي، لكي تمارس نشاطها بكل حرية وبكل عنفوان. ثورة 11 فبراير فتحت المجال أمام كافة النخب السياسية العتيقة التي كانت قدها يعني في الإرشيف، منحت الفرصة بأن تحلم بغد مشرق وأن تعود إلى الساحة السياسية لتمارس عملها بكل حرية وعنفوان. ثورة 11 فبراير فتحت الأمل أمام كافة قطاعات الشعب اليمني لكي يحلموا بالتغيير وبتطور وكل شيء جميل. البعض من يدعي أن الحراك الجنوبي ليس له أي علاقة بثورة 11 من فبراير وبأن هذه قضية بعيدة عن قضيته الأصلية. من يقول أن ثورة الحراك ليس لها علاقة بثورة 11 فبراير هو يغالط نفسه. شخصيا كنت أقول لنشطاء الحراك الجنوبي ولقيادة الحراك الجنوبي بأن الثورة واحدة، وكانوا يقولوا بأن ثورة 11 فبراير هي مؤامرة لإسقاط نظام علي عبد الله صالح في الشمال وإسقاط الحراك الجنوبي في الجنوب، لكن ثورة 11 فبراير أثبتت العكس. ثورة 11 فبراير أخذت الحراك معها من 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 مشروع تجزئة وتمزيق إلى مشروع وطني حقيقي، وجاءت المقاومة الشعبية لتثبت ذلك، تثبت هذا المسار بأن الحراك الجنوبي الآن وقوى ثورة 11 فبراير أصبحوا في خندق واحد لمقاتلة علي عبد الله صالح. مثلما حاولنا أن نجعلهم في خندق واحد في 11 فبراير ضد نظام علي عبد الله صالح، وحاولت بعض القوى وبعض المراكز النفوذ أن تمزقهم، جاءت المقاومة الشعبية لتثبت بأن الحراك الجنوبي وبأن المقاومة الجنوبية وبأن المقاومة في اليمن وكل النخب السياسية نخب 11 فبراير والحراك الجنوبي أصبحت في خندق واحد لمقاتلة الإنقلابيين وعلي عبد الله صالح ونظام علي عبد الله صالح تحديدا. وبالتالي هذا يؤكد بأن مسار النضال ومسار التحول في البلد هو مسار واحد، لكن حاول نظام علي عبد الله صالح أن يمزق هذا المسار وأن يعيق هذا المسار وأن يخترق هذا المسار في عمقه لكي يشوه حركة النضال اليمني التي اتجهت ضده، وأن يحرف مسار الثورة في الجنوب باتجاه آخر لكي يستطيع الهروب من ثورة التغيير في الشمال ويدفع الشماليين في صراع قهوي مع الجنوب. لكن الثورة استطاعت أن تضبط هذا المسار واستطاعت أن تفوت الفرصة على عبد الله صالح وأن توحد الأداء الثورية في الجنوب والشمال ضد هذا النظام، وبالتالي أدى إلى إسقاطه. وعندما انقلب على الثورة في إطار عملية انقلابية، اليوم استطاعت قوى الثورة أن تتوحد في الشمال وفي الجنوب ضد هذا النظام
والدليل على ذلك أن مقاومة الجنوب اليوم تقاتل في البقع وتقاتل في الصعدة وتقاتل في المخا. هذا يثبت بأن النسيج الوطني اليمني بدأ يتعافى من جديد، وبأن القضية والمعركة أصبحت واحدة، وهذه هي ثمار 11 فبراير التي يتجاهلها كثيرون. أستاذ خالد، مثل ما ذكرت سابقا بأن النسيج الوطني خاصة يعني في الجنوب جميع الجهود قد تعاضدت ووقفت جنبا إلى جنب، وذلك للخروج بثورة 11 من فبراير. اليوم بعد أحداث الحرب الأخيرة والأحداث التي تعيشها اليمن بشكل عام، هل لا يزال هذا النسيج الاجتماعي أو النسيج السياسي المختلف في الجنوب، هل لا يزال مترابط مع بعضه البعض ويحمل نفس الأفكار البناءة التي خرج إليها في ثورة 11 من فبراير؟ لو قيمنا بهذا الشكل نجد أن الفترة التي نمر بها اليوم هي أكثر فترة فيها يمر فيها النسيج الاجتماعي في عدن وفي الجنوب بشكل عام بقوة تلاحم أكثر حتى من الفترات السابقة. ما قبل 11 فبراير كان الكثير من المواطنين هنا في الجنوب وفي يشعروا بأن الوحدة فرضت بقوة السلاح، وكان هذا الأمر طبعا إلى حد كبير صحيح. بعد 11 فبراير ظل هنالك تشكك في موضوع الأهداف الحقيقية للثورة، وقد يكون منها القضاء على الحراك و و بعد الحرب الأخيرة التي حصلت في عدن يجب علينا أن نقف جميعا بكل احترام وتقدير للإخوة في الحراك الجنوبي على ما قاموا به من تثبيت للسلطة في عدن، وأعتقد أنه أي طرف كان نعم الحراك وجميع الفصائل السياسية الحراك في موضوع الأمني، أنا أتحدث على موضوع تثبيت الدولة أمنيا في عدن، أعتقد أنه أي طرف كان حاول أن يسيطر على الوضع في عدن ما كان يمكن أن يسيطر عليه بالشكل الذي سيطر عليه الإخوة في الحراك وتثبيت الأمن في عدن مهما كانت من ملاحظات أخرى. الوصول بالمرحلة الأمنية إلى المستوى الذي وصلت إليه يعتبر إنجاز كبير جدا. ظهرت الكثير من الممارسات التي رفضها الجميع في فترات ما بعد الحرب مباشرة ضد بعض المواطنين لسبب أو لآخر، اليوم تم تجاوز هذا الموضوع نهائيا. اليوم تقصد يعني الشمال والجنوب موضوع مثل هذا من هذا القبيل. اليوم أصبح المواطن العسكري وليس المواطن المدني، المواطن العسكري يأتي من صنعاء إلى عدن ليوقع في اللجان العسكرية ويستلم راتبه ويعود إلى صنعاء بدون أي مضايقات، وإن حصلت فإنها بالحد الأدنى ومضايقات فردية. اليوم إحنا نقف لنشكر الإخوة في الجهاز الأمني في عدن على ما أنجزوه، ونتمنى أن يزداد إنجازهم أكثر فأكثر. مسألة التلاحم الوطني في الجنوب خصوصا وفي اليمن عموما أصبحت اليوم أقوى ما يمكن. اليوم المواطن من أبناء محافظة عدن يقاتل في أكثر من منطقة بغض النظر عن موقفنا من الحرب، مجرد تلاحم الناس وإيمانهم والتفافهم حول الشرعية هذا إنجاز كبير جدا، ولا يمكن أن يلتفوا حول الشرعية وهم لا يؤمنوا بالتلاحم الاجتماعي. اليوم يقفوا في جبهة واحدة مواطن ومن أبناء عدن ومن أبناء صعدة ومن أبناء مأرب ومن أبناء حضرموت في جبهة واحدة ضد هدف واحد ضد الانقلاب جميعا من أجل إعادة الشرعية إلى البلد. نعم أستاذ. أستاذ ما المطلوب اليوم لتصحيح مسار الثورة والعودة بنا إلى المطالب الحقيقية التي خرجت بها ثورة 11 من فبراير؟ المطلوب اليوم لتصحيح مسار الثورة أولا التخلي عن كافة ممارسات وسلوك النظام القديم. على الرئاسة اليمنية والحكومة اليمنية أن تتخلى بشكل كامل عن ممارسات النظام القديم وعن الأشخاص الذين تتجسد فيهم معاملات وسلوك النظام القديم. يجب أن يكون هناك سلوك جديد في الممارسة وفي العمل لإدارة مشروع الدولة. ما زالت البلد تدار بالأزمات، وهو نفس الشغل الذي كان يعتمد عليه علي عبد الله صالح في إدارة الأمور. يعني أزمة بترول، أزمة كهرباء، أزمة محروقات، أزمة يعني نقل، أزمة. البعض يقول أن هذه أزمات مختلقة وليست أزمات حقيقية. طبعاً هي أزمات مختلقة يتم إدارتها من قبل منظومة. منظومة علي عبد الله صالح ما تزال تدير البلاد بالأزمات، ما تزال موجودة هذه المنظومة. الهدف من ذلك ما هو الهدف من ذلك؟ الهدف من ذلك إحباط الناس ويعني صرف نظرهم واهتمامهم عن مشروع التغيير. يعني بالتالي إحباطهم وجعلهم لا يفكروا بالتغيير من جديد،
وهذا المشروع هو ليس. لكن أين هم شباب الثورة وأين هي الشرعية؟ أليس من المعيب بعد كل ما حدث وخلال 6 سنوات يعني مرت على ثورة 11 فبراير ونحن وصلنا الآن إلى مبادرات وحكومة وفاق ومخرجات حوار وطني وكل ذلك وإلى ما لا نهاية، أليس من المعيب أننا لا نزال نجعل ابن علي عبد الله صالح والمجموعة التي معه شماعة نعلق عليها أخطاءنا ونعلق عليها كذلك؟ أريد أن أقول هذا ليس نظام، يعني ليس السبب هو يعني علي عبد الله صالح، ولا ونحن لا نعلق أخطاءنا وإخفاقاتنا على علي عبد الله صالح، ولكن هذه منظومة هذا النظام، هذه منظومة هي مرعية ليس فقط من قبل علي عبد الله صالح وإنما من قبل الإقليم ومن قبل الخارج. منظومة النظام القديم ما تزال مرعية وتحت إشراف الخارج وتحت إشراف الإقليم، وبالتالي هذه المنظومة هي ما تزال تسلك نفس ممارسات النظام السابق لإحباط الناس، وصرف اهتمامهم عن مشروع التغيير. لكن الناس ما تزال مستمرة والتغيير ما يزال مستمر والمقاومة ما تزال مستمرة في أكثر من مكان، والتغيير سيحدث. الثورات في العالم الثورة الفرنسية استمرت 80 عام لكي تنتج دولة حقيقية، دولة المواطنة المتساوية في فرنسا، ونحن ثورتنا ما يزال عمرها 6 سنوات، ما يزال أمامنا مشروع طويل، ما تزال أمامنا مسافة طويلة ينبغي أن نناضل وأن نستمر. لكن ما حدث، الذي أضعف عملية الضغط على النظام الجديد وعلى الشرعية اليمنية، الذي أضعف الضغط عليها لتصحيح مسارها، هو أنه تم استقطاب، حدثت عملية استقطاب داخل شباب الثورة، داخل مكونات الثورة. الأحزاب استقطبت داخل مكونات الثورة، وبالتالي معظم الشباب ذهبوا يبحثوا عن مصالح وعن ترتيب أوضاع داخل السلطة، ومنهم يعني من ذهبوا إلى أحزاب وإلى قوى سياسية مختلفة. هذه الأحزاب وجدت نفسها داخل المنظومة الجديدة اللي تسمى منظومة التغيير، وجدت نفسها منظومة التغيير تعيش حالة تناقض بين مشروعين، مشروع التغيير ومشروع ضد التغيير. الشرعية اليمنية تعيش حالة تناقض حقيقي بين مشروع التغيير الذي أنتجته ثورة 11 فبراير وقوى التغيير الحقيقية، وبين القوى التقليدية الموجودة داخل هذه المنظومة. إحنا لا نستطيع أن نمنعها أو نقول لها يعني مع السلامة اذهبي، لكن نستطيع أن نتعامل معها وأن نقنعها بمشروعنا، مشروع التغيير. يجب أن نقنعها بمشروع التغيير بأنه هذا المشروع الحقيقي لإنقاذ البلد، لإنقاذ اليمن. بمعنى آخر أن ثورة 11 من فبراير لم تنتهي بعد إلى يومنا بعد. نعم أستاذ، أنتم كشباب خرجتم في ثورة 11 من فبراير، اليوم ما هو موقع الشباب على خارطة المتغيرات الإقليمية الدولية والعربية والمحلية في هذه المتغيرات؟ ما هو دوركم اليوم؟ كما تحدثنا من قبل وكما تحدث الأخ باسم وذكرت أنت أيضا، أنه تم تجاوز النخب الشبابية والتنسيق في الساحات وفي الثورة بشكل أو بآخر من قبل القوى المتصارعة نفسها من أجل فرض نفسها كمشروع بديل. رغم أن مخرجة الحوار الوطني أشارت إلى ضرورة إشراك الكائن الشبابي، الفئة الشبابية في كل مفاصل السلطة، في كل مفاصل القرار، في كل المفاصل السياسية، إلا أنه تم تجاوز هذا الموضوع، ليس هذا الموضوع فقط بل تجاوز المخرجات بشكل عام. اليوم نرى مثلا عندما نقارن الثورة اليمنية بالثورات في بقية الوطن العربي، ثورات الربيع العربي، نجدها سياسيا ربما تكون أفضل الثورات، ربما تكون فيها اليوم الوضع الحاصل اليوم والحرب الحاصلة اليوم لا يمكن أن تنسب الثورة بشكل أو بآخر. الحرب التي حصلت اليوم كانت حرب مؤجلة وكانت ستحدث، وأن اليوم وغدا الذي يتحارب اليوم هم شركاء النظام السابق وكانوا سيتحاربوا، كان وفاة علي عبد الله صالح في أي لحظة كانت كافية لكي يخرج من كانوا تحته، من كانوا يسميهم بالثعابين وأنه يرقص على رؤوس الثعابين، كانوا كافية وفاته، كانت كافية وفاة حارس الثعابين كانت كافية لتخرج الثعابين لتتقاتل فوقنا. فالثورة بريئة من هذا الذي يحدث اليوم، ولكن عندنا رسالة نتمنى أن تصل إلى هذا من الكلام المهم الذي يقول، لأنه للأسف الكثيرين ممن يعلقون على الثورة كل المشاكل التي تحدث والإرهاصات التي تعيشها اليمن. هذا الكلام غير صحيح إطلاقا، كل من يتصارع اليوم لم يأتوا نتيجة للثورة. كل مثلا عندما نقارن الحروب التي تحدث في الوطن العربي في بعض الدول الربيع العربي نتيجة قوى خرجت من داخل من وضع الثورات بسبب أو آخر، ولكن في الوضع اليمني كل القوى التي تصارع كانت موجودة ما قبل 11 فبراير وصراعها كان مؤجل. كما ذكرت لك سابقا أنهم كان علي عبد الله صالح دائما يتفاخر بأنه يرقص على رؤوس الثعابين، فصراعها كان صراع وارد ربما مؤجل نوعا ما، ولكنه كان وارد.
يعني نستطيع أن نقول أن السيء الأسوأ ما ننتظره قد ذهب. نعم تجاوزنا في كل الأحوال، لن يكون أبدا أسوأ مما كان. وأي قوة ستتمكن من السيطرة على هذه البلد، وتمنى طبعا حدثا عن قوة شرعية أو قوة توافق سياسي أو اتفاق سياسي مستقبلي، لن يتجاوز أبدا العملية السياسية ولن يسمح له بذلك. سنخرج الثورة ضده أيا كان. نعم. اسمح لي أن نستغل التواجد في قناتكم لنرفع رسالة إلى القوى السياسية بشكل عام، نطالبهم فيها بموقف سياسي حازم من الوضع الذي يدور اليوم، لتجاوز وضع الحرب والحديث عن وضع السلام، عن وضع شروط للسلام، عن وضع لا يسمح تحت أي ظرف كان في حالة وجود تسوية أو حسم أو أي كان يسمح بتكرار الحرب التي حصلت. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذا اللقاء. الشكر الجزيل للأستاذ باسم الشعبي الناشط السياسي والأستاذ خالد اللبود الناشط السياسي، وشكرا لكم على الاستماع. إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هكذا حدث حينما انتفض شعبنا بثورة شبابية سلمية أجلت الظلام وفجرت ميلاد يوم جديد. الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي. في فبراير من العام 2011 للميلاد كان اليمن على موعد مع ثورة سلمية غيرت مجرى التاريخ وطوت إلى الأبد سنوات من الصمت وعقود من الاستبداد. طوفاء شعبي تصدره الشباب، بداية تصدره الشباب والمثقفين خريجين الجامعات تلقوا جامعات صنعاء. ثورة فبراير ثورة تغيير، ثورة فبراير لا تقل أهمية عن ثورتي سبتمبر وأكتوبر. ثورة فبراير جاءت لتجتث الوضع الذي كانت تعيشه اليمن، الذي كان يذهب باليمن إلى المستقبل الأسود، إلى النفق المظلم. فكانت ثورة فبراير هي ثورة تغيير، خرج فيها الشباب حين أخفق الكهول في إخراج البلد إلى مستقبل آمن. خرج الشباب لأجل أن يصنعوا لتاريخهم ولحياتهم ولمستقبلهم تاريخاً جديداً. أتذكر البدايات في محافظة عدن، كان الشباب متحمساً مع ما كان يحدث من ثورات عربية في الربيع العربي. كان الشباب أيضاً يتوق إلى تغيير الأوضاع التي يعيشوها. بوعي ثوري تخلق من واقع المعاناة، كان الشباب في مدينة عدن ومختلف المدن اليمنية يصنعون ثورة مجيدة بنضال سلمي حضاري كان للمرأة فيه دوراً مميزاً وفارقاً. لا شك أن ثورة فبراير مثلت منعطف هام في تاريخ اليمن الحديث. ثورة فبراير شاركت فيها قطاعات واسعة من الشعب اليمني، بل تقريباً كل قطاعات الشعب اليمني شاركت في هذه الثورة. هي جسدت يعني واحدية هذا الشعب، جسدت نقطة مهمة في هذا الشعب، وهي أن هذا شعب متحرر، شعب لا يرضى بالظلم، شعب دائما مقدام، شعب يريد أن يبني دولة حديثة. الجميع شارك يعني امتداد هذه الثورة. أنا أظن أنه بدأ منذ 2007 في مرحلة الحراك الثوري الجنوبي الذي بدأ ضد الإقصاء والتهميش الذي مورس على جنوب اليمن من نظام علي عبد الله صالح، ومن ثم أتت اللحظة المفصلية في 2006 في انتخابات المرحوم ورائد التغيير فيصل بن شملان، وهي كانت نقطة مهمة جدا في تاريخ الثورة. أنا أظن أنها أيضا أحد المراحل أو النواة التي أشعلت هذه الثورة، فقد اهتز في 2006 نظام علي عبد الله صالح بعد أن كان يظن أن له هذا التواجد وهذه الشعبية وهذه الأرقام. اتخذ شباب الثورة من الشوارع والأماكن العامة ساحات للحرية وميادين للتغيير، ومنذ اللحظات الأولى أعلنوا أن ثورتهم سلمية
تبدأ أهدافها بإسقاط النظام. ثورة فبراير ثورة عظيمة، من يستحضر الانطلاقة الأولى ويذكر الزخم الذي كان عليه في ثورة فبراير يعرف لماذا قامت الثورة وماذا كانت أهدافها. بداية النسيج، الفورة التي صاحبت ثورة فبراير كانت قوة الدفاع وكانت أمل. الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي، تخرس أصواتهم صيحتي، تخرس أصواتهم صيحتي، تخرس أصواتهم. كانت الثورة هدفا جامعا لكل اليمنيين في شمال الوطن وجنوبه، وكانت ساحاتها ترسم ملامح اليمن الجديد وتعبر عن أحلام اليمنيين، كل اليمنيين، وتطلعاتهم في بناء وطن آمن ومستقر قائم على الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية. لا ينكر أحد أبداً أن ثورة الشباب السلمية جاءت ووحدت الجميع نحو هدف واحد هو تغيير النظام، ولذلك رأينا الشباب في كثير من المناطق، حتى شباب الحراك في ذلك الوقت لم يعودوا يطالبون إلا بمطلب شباب الثورة في قضية تغيير النظام. إنها أبجدية الثورة ومطالب الثوار، تهتفها كل ساحات الحرية وميادين التغيير يوميا صباح مساء، وعلى وقعها كانت تخرج تلك الجموع الثائرة على أوضاعها. في 3 فبراير هنا في عدن بدأت مسيرات حاشدة لم يرى، يعني لم ترى عدن مثلها من قبل، وامتدت هذه المسيرات شيئا فشيئا مثل كرة الثلج، حتى كانت المسيرات الكبيرة والضخمة يوم 11 من فبراير، هذا اليوم الذي يعني جسد أحلام اليمنيين في بناء الدولة. يوم 28 من فبراير استطاع شباب كريتر مع المديريات القريبة أن يضعوا ساحة هي أولى الساحات للفعل الثوري، وهي ساحة الشهداء، الساحة التي هي تقابل مجمع البنوك في كريتر، ومن يومها أصبحت هذه الساحة ساحة الحرية، هي الساحة الرئيسية للفعل الثوري، بالإضافة إلى ساحة الشهداء في المنصورة، بالإضافة أيضا إلى ساحة الشيخ عثمان. هذه 3 ساحات في محافظة عدن. من بعدها استمر الفعل الثوري خلال مسيرته كاملة إلى أن تحققت المنجزات التي خرج لأجلها الشباب. وأمام هذا المد الشبابي الجارف الذي لا توقفه المسافات، شرعت الأجهزة القمعية في استخدام القوة وأفرطت في استخدام العنف، غير أن سلمية الثورة كانت أمضى من كل ذلك. كان لابد في فبراير أن يكون هناك حدث ضخم، فكان المثقفين شباب، فتيات، نساء، رجال، موجود في كل، وكان هذا الطيف معبر عن الشارع بكل فئاته بكل تقلباته. استطاعت خلال عام واحد من إسقاط نظام استبدادي تشكل طيلة 3 عقود ونيل، ولا زال فعلها الثوري متوهجا ونضالها مستمر. وكأي ثورة لا يكتمل الحديث عنها إلا ويكون في مقدمته الشهداء، كذلك كانت ثورة فبراير، وكانت عدن في 6 أيام الثورة تزف أول الشهداء ليثير استشهاد الشاب محمد العلواني في ساحة المنصورة على أيدي قوات النظام، غضبا عارما رفع من حدة التظاهرات في جميع المدن اليمنية. اليوم الأكثر فاعلية كان يوم 16 من فبراير، حين خرج أبناء المنصورة في فعاليتهم الكبيرة وقرروا أن يضعوا ساحة يعتصمون بها، فقمعوا قمعا شديدا، وتفخر عدن بأن أول الدماء وأول الشهداء سقط في ذلك اليوم الشهيد محمد علي شاعن ورفاقه، وجرح من جرح، فكانت بدايات أيضا ثورية كبيرة أعطت زخما لمحافظة عدن، لتصبح عدن هي أولى المحافظات في مسيراتها، ولتصبح عدن أيضا أولى المحافظات في شهدائها. ومن بعدها استمر الفعل الثوري. مضت ثورة الشباب متحدية فوهات البنادق، صانعة بسلميتها سلامها،
متقدمة خلال مسيرتها أكثر من 2000 شهيد وعشرة آلاف جريح، ولا زالت تقدم يومياً الكثير من التضحيات في سبيل ما تبقى من الأهداف. أبرز ملامح هذه الثورة كانت سلميتها، هذه السلمية التي يعني أذهلت العالم. صحيح أن ثورات الربيع العربي بشكل عام امتازت بالسلمية، ولكن اليمن كان لها خصوصية، فاليمن كان فيها يعني سلاح، فيها أكثر من 40 مليون قطعة سلاح، فأذهل العالم عندما خرج اليمنيون بثورة سلمية بدون أن تراق يعني دماء إلا من طرف السلطة الغاشمة، السلطة العائلية. أيضا كان من ملامح هذه الثورة أن الذين صنعوها الشباب وهم من ساروا بقاطرة الوطن في 11 فبراير، وإن شاء الله بإذن الله يعني يتحقق في يوم من الأيام أحلام هؤلاء الشباب الذين أرادوا بالفعل أن يبنوا دولة وأن يبنوا يمن جديد. 6 أعوام من عمرها والثورة لا تزال مستمرة بأشكال شتى، تواجه ذات النظام الذي ثار ضده وتتصدى لمشروعه الإنقلابي المسنود بقوة التخلف والظلام الإمامية، وهو تحالف يقوم أساساً على إنهاء ثورة فبراير واستحقاقاتها والحيلولة دون المضي قدماً في إنجاز ما تبقى من أهداف التغيير. كانت البداية مشرفة مشرقة، ولكن الطريق لا يزال طويلاً أمام تحقيق منجزات الثورة وأهدافها. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير، وإلى اللقاء.